عمان الرقمية. الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. مدينة أفضل، حياة أفضل، مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تواجه المدن الكبرى في دول العالم تحديات كثيرة، مثل الكثافة السكانية والازدحام المروري والتلوث بمختلف أنواعه، إلا أن التكنولوجيا المتطورة توفر حلولاً للتعامل مع هذه التحديات لجعل الحياة في المدن سهلة ومريحة وآمنة. أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر بناء المدن الحديثة وتحسين أحوال المجتمع. فشبكات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والتقنية الرقمية هي المحرك لأنظمة الإدارة بوسائل النقل الحديثة مثل المطارات والمواني والطرق والقطارات. كما تسهم الشبكات الذكية في تأمين المدن وتنظيم حركة المرور بفعالية وإدارة المباني بهدف الحد من استهلاك الطاقة وخلق مدن صديقة للبيئة. أوجدت هيئة تقنية المعلومات البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية. هذا البرنامج استفدت فيه من حيث أنه أعطاني بيانات ومعلومات كثيرة في التعامل مع التقنية الرقمية، وأكيد هذا من خلال ما تعلمته اكتشفت أشياء كثيرة موجودة في الأكسل والوورد، يعني كانت في الحقيقة قبل هذا البرنامج ما كنت مطلع عليها، وأكيد هذا المعلومات اللي اكتسبناها راح أكيد تساهم وتطور أداء العمل اللي أقوم به حاليا إن شاء الله. تبنت هيئة تقنية المعلومات استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب المجتمع في مجال تقنية المعلومات، وهناك مشروع طموح لمحو الأمية الرقمية في المجتمع، وهناك مشروع آخر لتدريب وتأهيل موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات، والذي نأمل أن يكون ركيزة أساسية لتقديم خدمات أفضل للمجتمع باستخدام تقنية المعلومات. تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونياً هو المحور الرئيسي في استراتيجية عمان الرقمية، سعياً لتقديم خدمات أفضل للمجتمع. فالبوابة الرسمية للخدمات الحكومية الإلكترونية هي المنفذ الرئيسي لجميع البيانات والخدمات الحكومية. اليوم لا داعي للوقوف في الطابور التقليدي لدفع الفواتير الشهرية، فبوابة الدفع الإلكتروني وفرت الوقت والجهد وجعلت حياتنا أكثر سهولة. ولتوعية الجيل العماني الشاب وتحفيزه للاستفادة من تقنية الاتصالات، تنظم هيئة تنظيم الاتصالات مسابقة اتصالات لحياة أفضل. أنا فزت بالمركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة الاتصالات بالألوان، وكانت فكرتي ربط الماضي بالحاضر. الفكرة من هذه المسابقة هي إشراك قطاع هام من قطاعات المجتمع العماني وهم طلاب التعليم العالي وطلاب التعليم العام في التعريف بقطاع الاتصالات. هذه المسابقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يشترك فيه طلاب التعليم العالي وهم طلاب الجامعات والكليات، ومن خلال قيامهم بتقديم بحوث عن قطاع الاتصالات وخدمات الاتصالات. وفي القسم الثاني يقوم طلاب التعليم العام برسم لوحات فنية تمثل خدمات الاتصالات وأنظمة تقديم خدمات الاتصالات. أنا شيرين من الصف 11. من خلال بوابة سلطنة عمان التعليمية بإمكاني أطلع على جدول المدرسي، أيضاً أقدر أطلع على مواد الاختيارية والأنشطة لأمارسها في المدرسة. غير هذا أقدر أطلع على شهادة حسن سيرة السلوك وتقرير الأداء الوصفي. ومو هذا بس، تقنية المعلومات الحديثة صارت أسهل، حيث أن المواد العلمية صارت توفر لنا الوقت والجهد أكثر، بحيث أنه صار كل شيء ممتع وسهل أكثر. أنا حمود بن فيصل المسكري، نجحت الحمد لله في شهادة الدبلوم العام بتقدير 97%، والحين وأنا في مكاني أقدر أختار الجامعات والكليات اللي أريدها عن طريق الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد اللي وفر لي الوقت والجهد. ليش تتعب حالك؟ الأمور ترى صارت سهلة،
الحين من داخل سيارتك، وبرسالة نصية قصيرة تقدر تحجز موقف لسيارتك. خدمة دفع رسوم مواقف السيارات عن طريق الرسائل النصية القصيرة ساعدت الكثير من المواطنين والمقيمين، وفرت لهم الجهد والوقت، فلا يحتاجون للذهاب إلى آلات الدفع. نظام الشكاوي والاقتراحات من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية مسقط سهل عملية تواصل الجمهور والمختصين في البلدية. المدن العمانية اليوم حواضر مزدهرة، فشبكات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المتطورة توفر حياة أفضل لسكانها.